متابعي مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من خلاله اللي غادي نقوم بتغطية هذه الجولة اللي غادي تقوم بها فعالية المجتمع المدني هنا بموزان في اطار فعالية اجي نتلاقاو في وزان. هذه المبادرة اللي تلقوها الشباب ديال الاقليم والمغتربين واللي كاينين في الاقليم واللي من كل يعني بقاع العالم اللي تجمعوا خلال هذه المناسبة، وأصبحت يعني ذكرى سنوية كل سنة هذه المبادرات تنطلق، اللي غادي نحاولوا من خلال هذا البث المباشر نتعرفوا مع الفعاليات المنظمة لهذه المبادرة، واللي غادي نحاولوا نتعرفوا على الأماكن التاريخية وأهم المرافق اللي غادي يزورها هاد الفعاليات هنا في هاد الجولة. هاد المبادرة انطلقت أمس، أول أمس عفوا الجمعة والسبت والختام يوم الأحد، مشاركة جميع الفعاليات اللي حاضرة هنا معنا متابعينا ومشاهدينا من دروب وأحياء مدينة وزان العتيقة. الزاوية كيلو ربيع ثلاثة الزاوية الوزانية
I'm going to go to the hospital.
Yeah.
بالنسبه لحال توضيح متابعينا مشاهدينا الكرام، هذه المبادره هذه نظمت من طرف شباب وزان، يعني ما كاينش شي تمويل شي جهه معينه او شي جمعيه او شيء من هذا القبيل. هادو ابناء وزان يعني مختلف يعني الفئات ومن مختلف الشرائح للمجتمع، طلقوا مبادره عبر مواقع التواصل الاجتماعي حوالي سنتين من الان، واصبحت هذه المناسبه فهو تقليد سنوي بالنسبه للشباب ديال اقليم وزان، ودائما تتجمعوا في هذا الموعد من نفس السنه، تيكون واحد ثلاثه ايام يعني اليوم الافتتاحي واليوم الثاني واليوم الختامي. هاد الشباب من مختلف الربوع ديال الاقليم ومختلف الكفاءات ديال الاقليم اللي في الخارج او في الداخل، مختلف الاساتذه والباحثين والمهتمين وكل الوزانيين والوزانيات تلتقوا هذه المبادره، تنظموا ندوات مختلف الفاعلين تشاركوا. البارح كانت ورشات يعني في المركز الثقافي تكوين يعني النسيج الجمعوي، مجموعه من الامور تتناقش تخرجوا بتوصيات شنو يدار في الاقليم من اجل النهوض بتنميه الاقليم. فما نبقاوش مكتوفي الايدي وتشوفوا الشباب انهم مثلا غير السياسيين او المسؤولين هما اللي تكلفوا مثلا او يقدروا يشوفوا الحاجيات ديال الاقليم. فهاد المبادره اولا تعريف بالاماكن التاريخيه والسياحيه، هادو اللي شفتوا هاد الوليدات وهاد البنيتات ما شاء الله يعني من المحاضره كيف تنقولوا او الطلبه ديال الزاويه الوزانيه المعروفه عن الغنيه عن التعريف، زاويه مولاي عبد الله الشريف اللي احنا تنتواجدوا فيها، هادو الشرفه ديال مولاي عبد الله الشريف والناس اللي ساكنين هنا في الزاويه رفقه العائلات ديالهم. اي مبادره اي زائر اي سائح ممكن يجي يزور الزاويه الوزانيه تستقبله بنفس الاستقبال، واحد الترحاب واحد حسن الاستقبال ما شاء الله. الشرفه الوزانيين هادو باش معروفين يعني. بالنسبه لهذا كرد او توضيح، مولاي الشريف هو فينا على الصوره كتوضيح يعني اللي قال بالنسبه للناس تخسروا الاموال ولا داكشي، ما كاينش حتى شي واحد خاسر شي حاجه هنا، يعني الناس من مالهم الخاص يتجمعوا. مشكوره السلطه المحليه والشرطه الامن الوطني اللي تساهم كذلك في التنظيم وتوقف يأمن هذا الجولة السياحية. كيف ما قلت عبر هذا البث المباشر، هذه المبادرة أولا الهدف منها هو التعريف بالمؤهلات السياحية والطبيعية والخيرات ديال البلاد. الناس يعني كلهم سي ربيع، أستاذ ربيع واحد عندنا يعني نشوفوا واحد من القائمين على المبادره والناس اللي استاذ ربيع السلام عليكم، عندنا بث مباشر وانت واحد من المهندسين ديال هذه المبادره نتلاقاو في وزان، وحقيقه يعني ترفع لكم القبعه على المجهود الجبار اللي قمتم به باش توجدوا هذا الكم الهائل من الشباب والشابات رجال نساء وزان وتاطروا هذه الجولات وهذه الخرجات وهذه الورشات اللي تديروا، فبرافو لكم وبيكم يتقدم الاقليم ان شاء الله. اليوم ممكن تهضر لنا على هذا النهار هدايا وعلى هذه الخرجه هذه وفين حنا دابا؟ تفضل سي ربيع. تحيه طيبه لجميع المتتبعين ديال موقع شوف تي في، وشكرا جزيلا سي عزيز على المواكبه الاعلاميه الراقيه. بخصوص مبادره نتلاقاو في وزان، بطبيعه الحال خدات واحد الصيت وطني ودولي. علاش؟ لانها جمعت جميع الاطياف، وان شاء الله غادي يكون عندها امتداد على جميع المناطق ديال الاقليم وزان. غادي نقوموا ان شاء الله في الدوره الرابعه بالزياره ديال مجموعه المناطق المشكله لاقليم وزان اللي هي منطقه صغيره، مجموعه المناطق البلوطه، اي منطقه تابعه لاقليم وزان غادي نضموا لها دي سيركوي توريستيك ديال الكفاءات والطاقات الغيورين والمحبين من ابناء مدينه وزان من خارج وداخل ارض المغرب. اليوم كان عندنا الشرف استضافه ديال مجموعه الاصدقاء من امريكا ولاد وزان، من المانيا، اسبانيا، هولندا، ما جاوش في العيد الكبير ولكن جاو نتلاقاو في وزان لانه عيد لكل وزانيين. حنا بغينا نردوا الاعتبار للمدينه ونتعاملوا بايجابيه مع الوضع، لاننا بقينا كنتباكاو ما تعطينا حتى شي دافع للمستقبل. هدفنا الوحيد والاوحد هو حب وزان يجمعنا ومستقبلها يعنينا. وشكرا لكل الداعمين، شكرا لكل المساندين، شكرا لكل الغيورين، وشكرا حتى للمنتقدين
ولكن بواحد النقد يكون راقي ويكون بناء ويساهم في انطلاقه ودفعه جديده للمبادرات المنتقاه في وزان. تحياتي لكم جميع من القلب، لان نداء وزان هو نداء الام لابنائها اينما حلوا وارتحلوا، وتحياتي للجميع. انطلاقة الأستاذ رابع كانت من ساحة الاستقلال التاريخية، وهاد القافلة فين غادي تكون في الأماكن؟ حاول تهدر للناس والمتتبعين اللي ما تعرفوش وزان أو اللي عاد يسمعوا كلمة وزان. إحنا دابا الآن في الزاوية، حاول تهدر لنا على الزاوية، شنو كتعني الزاوية بالنسبة لمدينة وزان أو المدينة العتيقة لوزان؟ عندها تاريخ مجيد وعندها بزاف ديال المناطق وبزاف ديال المواقع اللي ممكن أننا نشوفوها، ولكن لدرجة الأسباب اللي هي كتعلق بالطبيعية، درجة الحرارة مرتفعة، فاقتصرنا على الزيارة ديال الزاوية وزيارة مثلا ديال حي مريمرين ودار السقف البناية العتيقة، وكذلك غادي يكون زيارة حتى التشتة أو المنتزه ديال بوهلال، لأن منتزه بوهلال كيخلد الذكرى ديال الزيارة ديال محمد الخامس. وبطبيعة الحال شرف لنا أن يكون هذا الحشود وهذا المتابعين عبر الوسائط الاجتماعية. شكرا سي ربيع وبالتوفيق إن شاء الله، وكلمة أخيرة للمغاربة. شكرا على المتابعة والمواكبة ديالكم، ونبغي نذكر بأن في العشية غادي يكون حفل ترفيهي لفائدة ساكنة وزان بساحة الاستقلال، فضاء مفتوح على العموم، غادي تكون أنشطة متنوعة ممتازة لفائدة الأطفال والكبار، وغادي نختموا الحفل ديالنا بسهرة تكريمية، حفل تكريمي في المركز الثقافي بسوق تحتي قديما، اللي غادي يكون فيه تكريم ديال فعاليات رياضية وفعاليات مدنية اللي بصمات على أثر طيب هاد السنة. شكرا سي ربيع وفقكم الله، توفيق إن شاء الله. بارك الله فيك. تحياتي. هذه هي الأجواء متتبعين الأوفياء، واحد من الشباب ديال وزان الغيورين والمهندسين لهذه المبادرة من أبناء الجالية المغربية والوزانية اللي تدعيش في الخارج، جامعوا بيناتهم، داروا هذه المبادرة، مشاركين فيها بزاف، يعني مبادرة تطوعية، أي وزاني ووزانية ممكن يلتحق بهذه المبادرة، نتلاقاو في وزان ويعطي الأفكار ديالو. وأنتم تتشوفوا الأجواء، هادو الزاوية الوزانية هنا الشرفة مولاي عبد الله الشريف من الزاوية، طلبة ديال الزاوية. Oh!
هنا متابعينا مشاهدينا الزاويه الوزانيه، هنا توصل القافله ديال مبادره نتلاقاو في وزان الزاويه ديال مولاي عبد الله الشريف. كيف انت تشوفوا الزاويه التاريخيه، صور تذكاريه محسن. محسن ضروري ما نخدمو معاك. تحية ليك وتحية لكل المتابعين ديال شوف تي في قناة الشعب، اللي بصراحة دائما كتحاول ما أمكن أنها تسلط الضوء على كل الأحداث، سواء كانت أحداث ثقافية أو رياضية أو حتى ما يسمى دينية أو روحية. إحنا الآن نتواجد بهذه المناسبة وأغتنم الفرصة وتمين هذه المبادرة نتلاقوا في وزان. نحن أبناء وزان، نحن كنموتوا على وزان، نحن يعني كتربطنا بوزان. وزان هي الهوية، هي التاريخ، هي الماضي، هي الحاضر، هي المستقبل، هي الذاكرة الأوتوبيوغرافية بالنسبة نحن الآن نتواجد بالزاوية الوزانية. هو رحاب ديال الطريقة الصوفية الوزانية، اللي بصراحة هذا المكان مكان ديال أهل الجود والكرم، أهل السخاء والعطاء، أهل الشرفاء، أهل الناس ديال دار ضمانة، اللي بصراحة دائما كنلقاو هذا الرحاب هذا مفتوح في وجه الجميع، في وجه كل الزائرين لهذه المدينة الروحية، المدينة العظيمة، المدينة التاريخ، المدينة بصراحة. مي كنتكلموا على وزان كنتكلموا على يعني على تاريخ، على امتداد ديال ثقافة، موروث ثقافي روحي ديني. بصراحة ما أحوجنا إلى مثل هكذا مبادرات، لأن باش نبقاو دائما بارتباط وثيق نبايع هاد يعني هاد على يعني على الإخلاص وعلى المحبة على المودة لهذا الإقليم العزيز ولهذه المدينة الجميلة. وأحيي من هذا المنبر كل المساهمين من قريب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرة أو في هذه المبادرة، مبادرة نتلقوا الوزان ونتلقوا في وزان. دائما نتمنوا أنها إن شاء الله تزيد تعطي الأكل ديالها وتزيد تنتشر وتعطي إشارة قوية لكل غيور على هذه المنطقة هذه، باش يحاول ما أمكن يساهم ولو بالقليل، يساهم ولو على الأقل يوصل كل ما هو إيجابي على هذه المدينة هذه اللي نتمناه إن شاء الله بإذن الله أنها غتكون عندها وتعطي الكلمة ديالها، لا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى التضامن إن شاء الله بإذن الله. رسالة لكل غيور باش دائما أنه يزور وزان ويحاول ما أمكن أنه يقدم ولو القليل ويساهم بالقليل. بالنسبه للزاويه الوزانيه شفت واحد الملاحظه، يعني اي زائر جا لوزان الا ويجي يزور الزاويه الوزانيه وقت الاستقبال ما شاء الله. نعم، عندما نتكلم على الزاويه الوزانيه نتكلم على الطريقه الصوفيه، الطريقه الصوفيه اللي وكنتكلموا دائما وكنرجعوا للتاريخ ان الدور اللي لعباته الطرق الصوفيه والزوايا يعني في التاطير والتكوين ديال المواطنين قبل الاستعمار وبعد الاستعمار، وحاولت ما امكن ان هذا نشر الفكر الصوفي، الفكر الروحاني اللي
كيرتكز دائما على تغذية الروح وتغذية يعني كل ما هو روحي وثقافي ديني، وأيضا كتحاول ما أمكن أن تكرس وتنشر الثقافة الدينية الثقافة الصوفية اللي بصراحة دائما اللي كتعتمد دائما على أذكار وأمداح ويعني وذكر وقراءة القرآن يعني صباحا ومساء ليلا. وأيضا هناك عندما ونحن معك كنسمعوا ان كاينه بعض الفرق اللي بصراحه كتنشد امداح اللي بصراحه من خلال امداح يعني زوينه روحيه اللي كتحاول ما امكن ان من خلالها كتمرر رسائل ديال ما يسمى السياحه الروحيه الدينيه اللي كتمتاز بها وزان ووزان تاريخ وزان بصراحه اللي دائما عندما نتكلم على الزاويه الوزنيه كنتكلموا على الشرفاء الوزانيين وما قاموا به في نشر الثقافه الصوفيه او الطريقه الصوفيه سواء في شمال افريقيا او في حتى الان وصل الامتداد ديال الطريقه الصوفيه الطريقه الوزنيه حتى ادغال افريقيا وايضا شمال افريقيا. شكرا سي عزيز. شكرا موصول لكم ايضا. شكرا اخويا. هذه هي الاجواء متابعينا مشاهدينا من الزاويه الوزانيه خلال تغطيتنا لمبادره نتلاقاو في وزان مباشره اللي نظموها الشباب وشابات ديال اقليم وزان من مختلف الفئات. هنا المسار ديال هذه الرحله غادي ندوزو على الخراطين الضريح دار السقف وفي مريمرين غادي نلقاو لي ترونسبور باش نطلعوا لتاشتا. اوه لي ترونسبور موجودين بلاتي الاخوان بلاتي عاود هذه النقطه مزيانه بلاتي هو عاود الفورماسيون الاولى سلاو حيت هي اللي كتعاود دونك المسار ديال الرحله عافاكم الله يخليك اخوان صافي راه قلنا ديجا ما خصها تبقى متقاصحه ماشي قلنا ديجا ما مصوراش عليك يلا دونك المسار ديال الرحله كاين الخراطين كاين الضريح دار السقف مريمرين ومن بعد غادي نلقاو لي ترونسبور ونطلعوا لبوهلال يلا خلاص شوف شي اللي كديس هاد الناس لا دابا
لا تمشي مشي هاجي حرارة اليوم متابعينا مشاهدينا هنا في وزة. اليوم يعني لم رغم ارتفاع درجة الحرارة لم تكن عائق أمام المشاركين والمشاركات في هذه المبادرة نتلقوا في وزة، اللي من خلال هذه المبادرة غادي تنظموا جولة سياحية في مختلف الأماكن السياحية التاريخية هنا بمدينة وزة، مباشرة جولة في أهم الأماكن. كنا الآن يعني في الزاوية والزانية مباشرة هنا بلاصة معروفة بالخراطين، يعني هنا كيصاغب داك الشيء ديال الخشب ومجموعة من الصناع التقليديين اللي زالوا محافظين على الخير فن الخراطة على الخشب، مجموعة من الأمور تتصيب هنايا في وزان. مازال البرنامج حافل الأنشطة عند هذه المبادرة. نكتفي بهذا القدر متابعينا مشاهدينا الأوفياء، إلى هنا أودعكم على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر في موضوع آخر. تحية الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.